ممكن تفضل في بلازما سواء تتحد مع البروتين او ما تتحدش مع البروتين بتاع البلازما. الجزء اللي هو غير متحد مع البروتين هو الاكتف، الجزء اللي متحد مع البروتين هو اللي بيجين اكتف. هنا بنقول ان ممكن الدراج يفضل في البلازما ما يدخلش التيشوز عشان المكون بتاعه كبير، او ان ما يدخلش التيشوز او السيلز عشان اللايبوز سيربيت بتاعته واطيه. عشان يعدي من الفوسفو ليميتس اوف ذا سيل ميمبرين لازم يكون لايبوز سيرو. لو كان نوت لايبوز سيرو مش هعدي بسهوله. نمره 3، اما لو كان لايبوز سوليبل فده ممكن يدخل في اي حته في الجسم، يوصل للسي اس اف والاكواس وكل حاجه بمنتهى السهوله اللي بيعدي بيها. عشان كده هنعمل ان بعض الدراجز اكوردنج للسيلايبويد سيلبيتي والفيزيكال بروبرتيز سايد اوف المولكيول ديستريبيوشن اوف تشارج على المولكيول، كل دي هتبقى فاكتورز بالنسبه لنا تؤثر على الافيكاسي او الدراجز افكت. في فيش تاني البايو افيلابيلتي اوف ذا دراج. هنا بنقول ايه دلوقتي لما بناخد احنا الدراج اورالي هيحصل لها ابزوربشن، تروح للليفر يحصل لها ميتابوليزم، يبتدي ميتابولايز بارت يوديه للسيركوليشن. السيركوليشن هيبقى في عندي حاجه من 3، لا اكتف لا ان اكتف لا توكسيك بارت، كل واحده من دي كلها تاثير. هنا بنقول
طالما ان فيها هتمشي في السايكل دي، عشان كده بقول it is affected by the rate of absorption and the rate of elimination. يعني لو كان في فاكتور هيأثر على الابزوربشن او الزراير من الانتستين 100% هيأثر لي برضه على الايه؟ على الدرجة. نمرة اثنين اللي هو الافكت وذا فيرست ادفانسمنت اوف ميديسن. ايه نقصد بكلمة فيرست ادفانسمنت اوف ميديسن؟ الدرج اول ما بيحصل له ابزوربشن بيروح عليه الليفر في سيرت انزيماتيك سيستم بيبتدي يعمل ميتابولايزيشن للايه؟ للدرج اللي داخل، وبالتبعيه الدرج ده زي ما قلنا هيتحول حاجه من ثلاثه اللي هي مثلا اكت او الاكت بارت او توكسيك بارت، وكل واحده من دول زي ما قلنا ليها تاثير. مين اللي هيعدي من الفيرست باس من ميتابوليزم؟ اللي ما يدخلش في الفيرست باس ده انا واخد سب ليزا او في الاي. الاي عشان كده نجد القطره اللي بنحطها زي مثلا التيمينول والابراكيمين دي، القطرة دي نجد انها لها سيستم سايد افكت. ده مش بس كده، لو انت حطيت تيمينول في عين واحدة الضغط في العين التانية بينزل نتيجة الايه؟ سايد افكت بتطلع. بما ان في دراج بيحصلها ابسوربشن ما بيحصلهاش ميتابوليزم، يبقى هنا سيستمك سايد افكتس ممكن تبقى ايه؟ يعني واحد يحط قطرة تيمينول ويكون عنده براديكارديا، تعمل له مور براديكارديا، يقول لك ده انا باخد القطره دي بدوخ ما اقدرش ارفع السلم وتعب ابقى تعبان، فيبقى خلي بالنا هنا من الايه؟ من النقطه دي. هنا بنقول التايبس اوف دراج كلمات، بنقول في حاجه اسمها فيرست اوردر وحاجه اسمها زيرو اوردر. يعني فيرست اوردر يعني انت كل ما بتبدا دراج زودت الدراج الايفكت بتاعها ايه؟ يعني في لينير ريليشن شيب ما بين الدرج اللي انت اديته الكميه والايفكت بتاعه. ده بنسميه فيرست اوردر كاينيتك او لينير. الزيرو اوردر كاينيتكس اور نون لينير بنجد انك انت اديت درج فبيحصل هاي كونسنتريشن في الدم. مش بس كده، بيحصل هاي كونسنتريشن في الليفر لدرجة الانزيماتيك سيستم بتاع الليفر ما يقدرش يعمل ميتابوليزم كل الدرجة اللي انت اديتها. فبيحصل ساتيوريشن. هيروح فين؟ هينزل في البلاط. في البلاط طبعا بالتبعية الافكت بتاعنا هيبقى اكتر ويقعد من ضعف. هنا بنقول الديوريشن في حالات الزيرو كاينيتيك زي ما هنا بنقول ده وكده از مور ديبندنت اون ذا انستنج دوز ذان ان ذا دراجز اكزيبت ان فيرست اوردر كاينيتكس، وبالتبعية زي ما قلنا من سايد افكت بتبقى. كل ده كان على الديستريبيوشن اوف الدراج. دلوقتي نتكلم على الابسوربشن. احنا قلنا الدراجز، في دراجز بنتريت السيل ممبرين عشان الهيبوسيريبيتي بتاعتها كويسه، عشان تعدي من الممبرين زي ما قلنا لازم تكون لايبويد سويبل. لو ما كانتش لايبويد سويبل هتدخل بميكانيزم تاني، هتدخل عن طريق بورز او تشانلز موجوده في السيل ممبرين في وسط الفوسفوليبيدز اللي موجوده في السيل ممبرين، او ان انا ادخل الدرج جوه السيل عشان تعمل افكت عن طريق كارير سيستم يشيل الدرج يدخلها فوق، او ان الدرج السيل نفسها تطلع زي سودو بوديا زي الاميبا كده وتنجلف الايه؟ الدرج وتدخله جوه. يبقى عندي اربع ميكانيزم، ديفيوجن او يدخل عن طريق اللايبويد سيربيليتي او عن طريق الكارير سيستم اللي هو يعني المساعد اللي هو بيدخله جوه، او زي ما بنقول عسكري مرسل اللي هيدخله جوه الايه؟ خليه عشان يبروديوس افكت، او زي ما قلنا ايميون سايتوسيس. هنا بنقول الريت اوف باسج او ديفيوجن ثرو سيل ممبرين بيتحكم فينا قانون على حسب التشارج بتاع الميكروز. في نون بول اوف دراجز وفي بول اوف دراجز، او معنى اخر في نون ايونايز دراجز بنسميها نون بول، وفي ايونايز دراجز بنسميها بول. هنا بنقول ان الايبوت سيرفيرتي هنا والديجري اوف ايونيزيشن بالتبعيه
كل مكان في الديجري اوريزيشن نون ايونايز، كل مكان البنتريشن ثرو ذا لير اوف السيل برين اب، يعني البولر ما بتعديش بسهوله ابدا ثرو ذا ايه طيب اوت سيل برين. هنا بنقول السايز اوف ذا مريكوزا احنا قلنا في الاول ده بيتحكم فينا في اكوردنج الديفيوجن ريت، هل هو حجمه كبير ولا حجمه صغير، هل هيعدي من تشانلز رفيعه ولا تشانلز كبيره، كل دي موجوده في السيل ممبرين. هنا بنقول الفيكس رو بيقول ايه؟ لو انا جبت ممبرين وحطيته ما بين وسطين وكل وسط فيه كونسنتريشن مختلف عن الثاني، في واحد اعلى من الثاني، فبتبقى ايه حصه ديفيوجن من العالي للواطي، مش كده؟ هو ده الفيكس رو. وكل ما كان الممبرين ادخل كل ما الدي والديفيوجن تبقى ايه؟ اظن دي سهله. هنا بنقول ادي هو القانون اللي هو الديفيوجن ديفيوجن كوفيشنت اللي هو كي، وهنا دي الديفيوجن اريا اللي هي ايه، وهنا الاكس 1 ماينس اكس 2 ده عباره عن فرق الكونسنتريشن بين الوسطين، وعلى الايه؟ الدي اللي هو الثيكنس اوف ذا ممبرين. عشان يعدي احنا قلنا اي دراج تعدي من السيل ممبرين لا مدى تكون لايبويد سوليبل، لا مدى تكون حاجه الثانيه اللي قلناها. هنا بنقول ايه؟ نفرض ان الدراجز زي ما قلنا من الاول ان في دراجز ايونايز ونون ايونايز او بمعنى اخر بولر ونون بولر، ففي كل واحد منهم هتفرق. اللارج بولر دراجز عشان تدخل جوه السيل عايزه اكتف ترانسبورت، يعني ايه صوديوم يعني عارفين كلنا ان اي خليه فيها صوديوم بوتاسيوم ات بيس بامب لما يحصل ستيموليشن الصوديوم يدخل والبوتاسيوم يخرج، ده محتاج انزيماتيك سيستم مش كده ولا ايه؟ الانزيماتيك سيستم معناها محتاج انرجي، فعشان كده بنقول ان عشان يدخل الدراج ده جوه السيل وهو لارج بولر سيل مش بولر سيل هنا بيعمل لا مدى انهبيشن للانزيمز اللي هي هتعطل دخوله فبيدخل، او ان يعمل ايه؟ بلوكينج الكارير ميكانيزم اللي هي اللي احنا قلنا عليها. في حاجه ثانيه غير الاكتف ترانسبورت، في حاجه اسمها فاسيليتيتد ترانسبورت. هنا احنا قلنا هناك في الاكتف ترانسبورت محتاج انرجي ومحتاج سيرت انزيماتيك سيستم، ده مش محتاج انرجي، ده ممكن يعدي، لان هو ليه ما فيش هنا عندي كونسنتريشن جريدينت، ما عنديش حته عاليه فيها كونسنتريشن اعلى من ايه؟ من حاجه، لكن في كاركتر تاني ممكن هو ياخد الدراج باي ايه؟ حاجه تساعده في دخول هذه الدراج، زي مثلا الاوكسجين والار بي سيز اللي احنا عندنا. هنا بنقول الدراجز هنا في هذه الحاله بتعتمد برضه على الدجري وجلايكوسيلوبيتي، هل هو كتير ولا قليل ولا نصوص؟ وفي نفس الوقت زي ما قلنا كل ما انفيرسلي بروبوشن تو ذا بولاريتي، كل ما كان منبولا كل ما كان النيتريشن بتاعه ايه؟ اقوى. ادي هنا الامور ان ان ايونايز السيل هنجد ان ايه؟ مور لايكوسيل ومور الاخضر، مش بس كده ده البي اتش بتاع الفلويد بيأثر يعني سواء بيز او اسيد، عشان كده بنقول الويك اسيد اور بيز هتحين لي الديجري اوف ايونايزيشن على سن ممبرين من بره، في حاجات هتزود وحاجات هتنقص. طبعا هو في معادله مش مهمه قوي اللي هي ان الديجري اوف ايونايزيشن دي هي البوينت ات ويتش 50% يبقى ايه؟ ايونايز و 50% نون ايونايز. ده بقى عندي الكلام تاني بيقول ان اللايبوس ليميت دي مهمه جدا في الديجري وبنتريشن وان تشارج بارتكلز. نمره اثنين الموليكولار شيب والتشارج ديستريبيوشن اوف الموليكيول منها. هنا ايه دي هتفرق معانا في ايه؟ احنا قلنا ان السيل ممبرين في تشانلز تشانلز باحجام مختلفه، ففي سمول بور تشانل في لارج بور تشانل، فالسمول بور الشانل بتدخل السمول
المولكيولز زي عندنا هنا اليوريا. كلنا عارفين كنا بنستعمل زمان اليوريا فيه عشان نقلل بيها الانترا اوبرا بريشر زيها زي الكريتور، بس اسمهم ده انديكيتد في حالات كتير من الفجر. اليوريا فيه هم لغايه وقت بتوع المخ والاعصاب بيستعملوا اليوريا فيه، احنا ما بنستعملهاش يعني اكتر. هنا الدراجز معظمها زي ما قلنا بيبقى لارج. هنا بنقول ان الدراج ابسوربشن فيز وزاروت بالنسبه طبعا انا هحطه في العين، هحطه سبلينجوال انترافينس انترماسلر سبوتينس ريكتال، كل دي هتاثر بالتبعيه على الايه؟ على الديجري ابسوربشن. هنا بنقول ايه فاكتورز افكتنج الدراج ابسوربشن؟ البي اتش بتاع الصوت ده له تاثير في بعض، لما يكون في عندي هايبر اسيدتي بتبوظ بعض الدراجز ما تخلاش تبقى ابزورب. نمرة اثنين الريت اوف امتي الجاس كونتنتس، يعني واحد بيجوع بسرعة عنده الاستومك بتاعته سريعة في الايفاكويشن ده محتاج الدراجز يبقى يحصل له ابزوربشن اسرع، لكن لو كان العكس بيقل زي في المجرين بنجد الابزوربشن ايه؟ بيقل. وجود اكل في لاخر ده في صوت بيتحد مع الدرج ها بالتبعيه تاثر على الابزوربشن ريت بتاع الدرج ممكن بيه. كذلك السيرفس اريا اللي بيحصل منها ابزوربشن، افرض واحد عامل هيمي كوليكتومي ولا شايل جزء من الجسم ولا عامل تلبيس للمعده او شايل جزء من المعده، كل ده هيبقى ابزوربتيف اريا هتقل وبالتبعيه الابزوربشن يقل. نفرض انه بياخد دراجز كتيرة مع بعض، كبش الأدوية كده كلها مع بعض، الإنتر أكشن بتاع الدراجز بعضها مع بعض برضه ده إيه تأثير على الريت المحصول. الأكل بنقول مهم جدا بالذات في حالات التتر سايكلين والأوكس تتر سايكلين، إنه لازم يتاخد على معدة فاضية. أما يتاخد مع أكل في كالسيوم وفي مغنيسيوم بيحصل كومباينيشن أوف سولتس وخلي الأبزوربشن بتاعه إيه؟ وبعض الدرجات زي ما قلنا بتبوظ لو بتاكل اورالي زي انزايم الانسولين جي وزي الانسولين، عشان كده الانسولين تمامي بتاخد سبتينس ما بتاخدش اورالي بتبوظ. لو في عندي جسد ميكوزا قديمه دي بتنمي بتبقى زي في حالات الكونجست بتخلي برضه وقت من ايه؟ الدرجات دي. هنا كمان الفاكتورز تاثر ثانيه اللي هي الجات موتيليتي، واحد عنده سهل في الابسوربشن بتاعه هيقل. نمره اثنين الصانع بي اتش والميوكوس والبايب، احنا عارفين البايب بيساعد الابسوربشن اوف ذا رايبول سيركت سبستنس. كذلك الانترو هيباتيك سيركوليشن، ايه الانترو هيباتيك سيركوليشن؟ الدرجه لما بنعمله اورالي يحصل له ابسوربشن يروح من الليفر يحصل له ديجريشن ينزل من الليبر مع الميه ينزل تاني للانتستين يحصل له هيدروليسيس يرجع ري ابزورب تاني ويرجع للليبر وبعدين يرجع للسيركوليشن. دي بنسميها انتروباتيك ايه؟ سيركوليشن. ودي في ناس بتبقى فيهم اكتف اكتر من تانية وفي دراجز اكتر من تانية. واحد بيلعب رياضه كتير جدا فبنجد الباك ريسك كده بتبقى طيب ويبقى الابزوربشن اكتر. ريديوست ابسوربشن اريا احنا قلناها، لو كان البلاد فلور اللي بتكسر قليل يبقى الابسوربشن هيقل، وبعض المايكرو فلورا اللي موجوده في الانتستين ساعات بتبوظ الدراسه اللي احنا بنتكلم